السلام عليكم. انا سائق مهني ذات سيارات الاجره. اليوم تفاجأنا بهذه زياده المازوط، وهذه الزياده كتسمى بزاف علينا. احنا ما كيبقى لنا والو، الطوموبيلات قدامي كياكلوا المازوط، والطريق عامره والتحاس، فهمتي؟ ايوا كنطلبوا من اخر نسيد يعملنا شي حاجه. حنا كتسمى في هذا القطاع هذا مهنيين، كنطلبوا من اخر نسيد يعملنا شي حل وصافي. دابا زادوا لنا في المازوط، وتيتوان انتينا كتعرف الصيف كتكون عامره، دابا كتبغي تعاود مرتين الطريق عامره، كتضرب ساعه ما كناي مع الفيله، وكيمشي لنا المازوط بزاف. وكنطلبوا من السيد اخر نسيد ينقصنا المازوط ويشوفنا حنا مهنيين، شوفنا شي حل هذا الشيء هذا. اخي المازوط زاد ما بقى كيكفينا والو، والله العظيم الا صاير بزاف المازوط يعني زايد. حنايا غير خلي هذاك على الله وصافي، ما بقى كيكفينا والو. مع الصيف حنا كنا كنستناو صداق الصيف، دابا كنجيو مع التعادل، كنجيو التعادل مع هذا، وكنتمنوا على الله يخفضونا شي حاجه، كنتمنوا على الله ينقصونا شي حاجه من هذا المازوط. راه حنا عيينا المهنيين، عيينا كنتعانوا بزاف، كنطالبوا الرئيس ينقصنا شي حاجه من هذا المازوط هذا. حنا ما بقى كيكفينا والو، ابقى يعني كيجينا داك الشيء دابا، يعني كيجينا التعادل. كنطالبوا السيد الرئيس ينقصنا شي حاجه من هذا، ينقصنا شي حاجه من هذا المازوط هذا. النهار الخدمه يعني حنايا ما كي كوميسيون ديالنا حنا كيمشي لنا هذا المازوط، فعاود حنايا مورين التاكسيات خصنا نعطيو لهم النهار ديالهم، وحنا كوميسيون ديالنا كيمشي لنا في زياده ديال المازوط. وهذا الشيء اللي كاين اسعد. النهار ديال تمارا. النهار ديال تمارا، النهار ديال السخانه وتمارا وما كاين والو. يلا كيمشيو كيمشيو ما كاين التعادل، ما كاين والو. اي والله كنطالبوا السيد الحكومه ينقصنا شي حاجه في المازوط، يعمل لنا شي حل حنا لهاد المهنيين. الدعم ما كنشوفنا منه والو حنايا، حنا ما استفدنا ني من الدعم ني حتى شي حاجه. حتى الباترون يسمو لي التاكسيات ما عطاولهمش الدعم، ما استفدنا والو حتى شي حاجه. انا سيدي السائق الاجره، انا سيدي كنطلبوا شي حاجه النقد من المازوط. الشيء علينا وقاس علينا، كنقيلوا خدامين ما كيبقى لنا فيها والو، والمازوط غالي علينا في العقايب، والطريق معقوله ديال الاجره دائما خاسر في المازوط، ودائما التعب المنتج. كنمشيو كياكلنا المازوط خطر من الاجره، خطر ما كندو، كندو 70 60 درهم في الاجره، كنبقى المول السياره 15 12 الف. من قطاع التاكسي من المهنيين ناس اقدميه، هذا المازوط راه تزاد علينا، خصنا شي حاجه ديال النقص. اليوم تزاد علينا راه ضرر علينا وعلى المواطنين ديالنا، كيطلعوا معنا كيتشكاو علينا عاوتاني في السياره.